لاباس عليكم، احوالكم مزيانه، نتمنى يا ربي تكونوا بخير وعلى خير، يكون الفيديو ديال اليوم كيلقاكم بصحه جيده. ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد على قناتي. اليوم البنات غادي نوجد معكم واحد لي طارت سكري بالفواكه ولا كريم باتيسير، وغادي نوجد معكم البنات الباندومي على شكل بيتزا ان شاء الله. من بعد ما نكمل لي طارت غادي ندوز معكم الباندومي، وبقاو معايا دابا بلا ما نطول عليكم، ندوزوا للطريقه ديال المكونات والطريقه ديال التحضير. شنو غنحتاجوا البنات لهاد لي طارت سكري؟ عندي هنا لي طارت سكري كناخذهم جاهزين، دابا راه فين ما مشيتو ولا هادشي جاهز كيتباع، يا لي طارت سالي لي طارت سكري كلشي كتلقاو موجود، يعني بلا ما تضربوا مع التمر البنات في الديور. وعندي هنايا واحد المعلقه ديال الزبده صغيره، عندي هنايا لا بودغ ديال لا كريم باتيسير، عندي جوج تاع فاني، وعندي القياس ديال ثلاثه المعالق تقريبا ديال سنيده. وهنايا عندي لي فروي اللي بغيتو نتوما، الفواكه اللي عندكم بغيتو تعمروا بها هاد لي طارت ديروها. وعندي هنايا الحليب اللي غادي اللي غنوجد به لا كريم باتيسير. ومن بعد البنات عاد غندوز معكم وندوزو دابا لطريقة التحضير. غادي ناخد نص سطرو ديال الحليب البنات، نتوما غديرو الحليب على حساب الكمية ديال هاد لي طارت اللي غديرو. انا هنا غادي ندير نص سطرو ديال الحليب ياكم، غادي نضيفو ليه ثلاثة المعالق ديال لاكريم باتيسير، ثلاثة المعالق كريم باتيسير. صافي هنا ضفنا ثلاثه السطرو ديال الحليب كيف قلنا، فيه ثلاثه ديال المعالقات ديال لا كريم باتيسير، وغادي نخلطو بالفوي مزيان باش ما يبقاش مكتل. غادي نضيف ليه ثلاثه المعالق ديال السنيده. هنا كنعتذر البنات عاد بالي والسنيده باقيه مازال كاينه، فاش جيت دابا غادي نصور لقيت سنيده سالات ما كايناش، يعني عوضتها بهاد السكر هكا بهاد الطوب ديال السكر، وهاد الوقيته هادي كيكونوا فيها يعني كلشي الحوانت كيسدو، راكم عارفين مع هاد الوباء كتوصل واحد الوقيته صافي كلشي كيسد. المهم ثلاثه المعالق ديال السنيده، انا غادي نذوب هذاك السكر مزيان هنايا في الحليب، وغادي نردهم فوق نار مهيله ونخليه حتى يختار. قلت لكم نخليه فوق نار مهيله، ماشي تجهدوا عليه بزاف، انا هنايا فهمتوا النار على عيني ميزاني. غنستمر بالتحريك البنات حتى يبان ليا راه صافي بدا كيختار. غادي نستنى عليه هنايا البنات يوجد، وفي هاد الاثناء غادي ندوز باش نقطع هكا نوجد هادوك لي فغوي اللي غادي ندير فيه. انا هنايا غادي نعمرهم بالتفاح، غادي نعمرهم بالتفاح والبنان والكيوي وشويه ديال المشماش والشهديه. نحاولوا نقطعوا التفاح البنات يكون غير رقيق ما يكونش غليظ، وما ننساوش التحريك البنات راه دغيا كيبدا كيختار ولا كيتقال. ها هو لا كريم باتيسير كيف كتشوفوا وجد معايا، شفتوا؟ غادي نتسنى عليه حتى يبرد شويه، وغادي نضيف ليه هاد المعلقه ديال الزبده.
يصير واحد شويه، غادي نضيف ليه ديك المعلقه ديال الزبده الصغيره اللي وريتكم في الاول. ما نخليوش تيبرد تماما، صافي. وغادي نعاود نحركو مزيان باش غادي نبدا نعمر في هذوك لي طارت. البنات هذوك لي طاش كلهم هكاك زينتهم بهذوك الفواكه، خديت ناباج وسخنته شويه في البوطه حيت عرفتو كيكون شويه ثقيل باش يخفف لكم، سخنوه واحد شويه وهو باش غادي ندهن به باش يعطينا ديك لابغيونس ويجيو هذوك الفواكه من هضر ديالهم كيشهي. لي طارت ساهلين ساهلين ساهلين، ما فيهم شي حاجه صعيبه، يعني كل شيء يقدر يوجدهم في وقت وجيز الا وقفوا عليكم زعما الضياف وكنتو زعما زربانين بلا ما تحتاجوا تمشيو تجيبوا شي حاجه من الباتيسري، كل شيء ممكن انكم البنات توجدوه في ديوركم. بالنسبه للبنات الباندومي اللي غادي نديروا على شكل بيتزا، المكونات اللي غادي نحتاجوا ليه، عندي هنايا 500 غرام ديال الستر ديال لادان، عندي هنايا فرماج شرائح، ديروا الفرماج اللي بغيتو، انا هذا اللي متوفر عندي حاليا، عندي الفطر وعندي شويه ديال القزبر مدنوس، مايس والفلفله صفراء وحمراء، وبغيتو ديروا حتى الخضره ديروها ماشي مشكل. وعندي هنايا الباندومي اللي بالنكهه ديال زيت الزيتون، المهم اللي متوفر عندكم في هذا الباندومي ديروه، كله كيجي في هذه الوصفه زوين. ونسيت انا ما قلتش لكم عندي لاصوص ديال البيتزا، اي صوص ديال البيتزا حتى هي ماشي مشكل. المهم دابا غندوز باش نشحر هاد العدان في شويه ديال زيت الزيتون وشويه ديال البزار ومليحه ونرجع معاكم. غادي ندوز باش نعمر هذوك الباندومي ولا البيتزا ولا سميوها كيما بغيتي تسميوها. المهم البنات راه كتجي هائله، كتجي زوينه بزاف بهذه الطريقه هذه، ما تحتاجوا لا عجينه
لا حتى شي حاجه، يعني الوصفتين اللي درت معاكم اليوم يعني ساهلين 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 بزاف، تقدروا تحضروهم في وقت وجيز، ما كايناش حتى نص ساعه تقدروا تحضروهم بجوج بيهم. المهم هنايا غندير كطبقه اولى غندير لاصوص ديال البيتزا، وغادي نعاود ندير فوقها طبقه اخرى ديال الفرماج، هكا كيجي احسن البنات، ما كيتحرق ما والو. وكيف غتشوفوا تبعوا معايا باقي المراحل بلا ما نكثر عليكم الهضره، راه كلشي فيديو شارح نفسه. غادي ندير طبقه ديال لاصوص، طبقه ديال الفرماج، وغادي نتبعها هكا بهذاك السطر ديال الدجاج اللي فات وشحرته، ومايس الفطر والفليفلات، ومن بعد غندخلها للفران. راه بالزربه كطيب في الفران، عندكم شو تغفلوا عليها دغيا تحرق ليكم، ما كاينش حتى واحد 4 دقائق كتكون موجوده. سهله الوصفه، نتمنى ان شاء الله تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم. وما تنسونيش البنات، ما تنسونيش الى عجبكم بيان سور لا فيديو تاعي تشجعوني بالاعجاب وبالكومونتير، واللي ما مشاركش في القناه ديالي يشترك. وبالنسبه للبنات اللي تابوناو عندي جداد كنقول لكم مرحبا بكم، ونتمنى ان شاء الله المحتوى ديال القناه يكون عجبكم، ونتمنى ان شاء الله نكون عند حسن الظن تاعكم. وخليكم مع الشكل النهائي ديال الوصفتين اللي صايبت معكم اليوم.